مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. أحوال جوية المتوقعة، أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة في معظم مناطق المملكة، الأجواء باردة نسبيا، وأيضا نسبة الرطوبة النسبية في الجو مرتفعة قليلا، ولذلك هناك فرصة لتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية والسهول الشرقية، لذلك نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا أثناء النهار، درجات الحرارة حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 19 درجة مئوية، درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا في عمان بحدود 18 درجة مئوية، والأجواء أثناء الليل باردة نسبيا مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، والصغرى المتوقعة في عمان 11 درجة مئوية. أما يوم الثلاثاء بيستمر الجو مستقرا حتى ظهر يوم الثلاثاء، لكن بعد ظهر يوم الثلاثاء تبدأ المملكة اعتبارا من الظهر والمساء بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي جديدة، لذلك تتكاثر الغيوم تدريجيا ويصبح الجو غائما جزئيا، يتحول تدريجيا إلى غائم، وفي بعد الظهر والمساء تسقط زخات متفرقة من المطر. وأيضا الحرارة العظمى المتوقعة في عمان 19 درجة مئوية، الصغرى المتوقعة أو الأجواء أثناء الليل بارد نسبي غائم جزئي مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، والصغرى 11 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء، يوم الأربعاء يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة غائمة بشكل عام في معظم مناطق المملكة، تسقط زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله، ودرجة الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، والعظمى المتوقعة في عمان 15 درجة مئوية. يوم الأربعاء ليلا الأجواء غائمة باردة، والصغرى المتوقعة في عمان 10 درجات مئوية مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. أما ملخص الأحوال الجوية للثلاثة أيام القادمة، استقرار نسبي على الأجواء يوم الاثنين وحتى ظهر يوم الثلاثاء، لكن اعتبارا بعد ظهر يوم الثلاثاء ومساء الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي جديدة، وأيضا يومي الأربعاء والخميس تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا. نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء.